تطور كبير في العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الماضية على كل الأصعدة، بما يكشف مدى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين حول المجالات كافة. مصر وألمانيا قدمتا خلال السنوات القليلة الماضية نموذجا يحتذى به في التعاون بين أفريقيا وأوروبا حول المجالات التنموية والقضايا الإقليمية. العلاقات المصرية الألمانية لا تقع في خانة العلاقات الروتينية بين الدول، ولكنها علاقة نوعية متطورة تكشف مدى إيمان الدولتين بقدرات وأهمية كل منهما للآخر. فالدور الريادي لمصر بالمنطقة والخطوات الواسعة التي خطتها لاستعادة مكانتها إقليميا ودوليا في عهد الرئيس السيسي يعد من العوامل المؤثرة التي دفعت ألمانيا لتعزيز شراكة بين القاهرة وبرلين ربما لم تشهدها عقود من العلاقات الثنائية بين البلدين. كذلك حركت الخطط التنموية لمصر بوصلة شركاء التنمية الألمان للمشاركة في عدد كبير من المشروعات القومية بين البلدين، من بينها محطات الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر والقطار السريع. فقد بدا واضحا حرص الحكومة الاتحادية في ألمانيا على دعم الجهود المصرية في بناء دولة حديثة، كما تحرص القاهرة بدورها على تنويع التعاون مع الدول الكبرى مثل ألمانيا، والتي ترى فيها شريكا كبيرا ومهما في أوروبا، ذلك لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب. التقارب المصري الألماني ترجمته 7 سنوات من التعاون الثنائي الفعال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل، والتي حرصت على التبادل المستمر للرؤى مع الرئيس السيسي بشأن كافة الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، ما أحدث تحولا نوعيا في الشراكة بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية. إذن تقارب ترجمته زيارات ولقاءات شبه دورية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وميركل، حيث زار الرئيس السيسي ألمانيا أعوام 2015 2017 2018 2019، وقامت المستشارة الألمانية بزيارة مصر عامي 2017 2019، كما التقيا في عدد من المحافل الدولية منها قمة ال20 باليابان والسبع الصناعية الكبرى بفرنسا. كذلك شهدت العلاقات بين القاهرة وبرلين زيارات لكبار رجال الدولة بهدف تعزيز التعاون المثمر بين البلدين. رأس السلطة الجديد بمكتب المستشارية الألمانية أولف شلوتس كان على ضرب ميركل بإيمانه بمدى أهمية العلاقات بين القاهرة وبرلين، فحرص على تبادل الاتصالات مع الرئيس السيسي، كما وجه شلوتس كلمة للرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس خلال مراسم توقيع عقود بين مصر وشركة سيمنز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالية أطوال حوالي 2000 كيلومتر. أساس راسخ للعلاقات بين مصر وألمانيا نجحت قيادة البلدين في وضعه، ما يدعم نموذجا للتعاون ما بين أوروبا المتقدمة وأفريقيا الواعدة بما يحقق مصالح شعبهما.